حدثنا عن الجهود التقنية والرقمية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج. وبسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة العالمين، وأقول مشكورين على استضافتي، وأرجو أن أقدم جديد مفيد في موسم نحن فيه فرحون جدا لأمور عدة. أولها أنه الحج الأكبر، ثانيها خدمة ضيوف الرحمن واستقبالهم وتوديعهم إن شاء الله تعالى وهم محملين بالأجور، وأيضا ابتسامات العريضة التي تقول نعم سعدنا في المملكة، ليس فقط بأداء الحج بل حتى بالمناسك وطريقة أداها والرحلة بصفة عامة مكتملة من كافة جوانب، من تقديم طلب الدخول السعودية لأداء الحج حتى الخروج منها محمل إن شاء الله بكل خير وسرور. هذا أمر. الأمر الثاني، موضوع التحول الرقمي بصفة عامة موضوع جدا شيق وجدا مهم، خدمنا في المملكة فاستفدنا منه في كافة مناحي، ثم طورناه ووظفناه في مناسك الحج والعمرة ليخدم ضيف الرحمن ضيف الله عز وجل وهو الحاج والمعتمر. فأعتقد الذي قدم ويقدم وسوف يقدم أيضا مستقبلا ما هو لنتاج تجربة تراكمية عاشتها المملكة لعقود، واليوم فرضتها بطريقة آمنة وطريقة سليمة وطريقة أيضا راقية جدا تسمح بأدائها وتأديتها وتقديمها بشكل ميسر، وشكل أيضا فيه نوع من الرقي في تقديم الخدمات جملة وتفصيلا. أما بالنسبة لي تفاصيل الخدمات التي تقدم في هذا الموسم، قبلها لا يفوتنا تقديم الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على تذليل وتسهيل وتقديم كافة الدعم الذي يعني تستحق هذه النواحي، بالإضافة إلى توفير الطاقات الشابة والكوادر السعودية التي قامت منذ البدء على تأسيس أركان التحول الرقمي في المملكة السعودية. سدايا مشكورة مأجورة، خدمتنا في كافة الحياة وركزت مؤخرا على خدمة ضيوف الرحمن وتقديمها لهم بشكل ميسر. وزارة الحج مشكورة بتبنيها للتقنية الجديدة ودعمها مثل هذه التوجهات، وأيضا القيام عليها بشكل مباشر من قبل معالي الوزير جعل أيضا هذا الأمر ليس فقط طرفا وليس رفاهية، بل هو واجب يؤدى من خلاله وتؤدى من خلال كافة كافة الخدمات بشكل ميسر وأيضا مقبول. الحمد لله لاحظنا وجوه مبتسمة في المشاعر، ولاحظنا أيضا كذلك نوع من الارتياح في الشارع من قبل الحجاج، وهذا شيء يعني يدفع بالابتسامة العريضة، ونقول الحمد لله قدمنا شيء وجدنا أثاره، زرعنا شيء وحصدنا ثماره بفضل الله تعالى ومنته. دعنا نركز مبدئيا على قضية ما هو التحول الرقمي الذي ننشده، وما هو التحول الرقمي يطبق في مناسك الحج. التحول الرقمي هذه يعني فكرة سعت المملكة عليها لعقود، وبنت بناها التحتية والرقمية وهيئت لها الكوادر البشرية، ولله الحمد رأينا ثمارها في كافة مناحي الحياة، ولا أدل منها تطبيق توكلنا، تطبيق أبشر، تطبيق نسك اليوم في الحج، هذا أحد ثمار هذا التحول. هذا التحول الرقمي اللي هو نقل الحياة من وضع تقليدي إلى وضع ميسر آمن جميل جدا، بحيث أنه كافة الخدمات الحكومية وحتى الخاصة تقدم من خلال التقنية. هذا المفهوم العام. صحيح. باختصار هو تسهيل الحياة ونقل الحياة من الطريقة البدائية التي كنا نعيشها لطريقة أكثر أمن وأكثر يسر وأكثر سهولة. فلما استطاعت المملكة أن تبني البنى التحتية وتقدم تطبيقات أثبتت نجاحها وجدواها وحققت المملكة أرقام قياسية على مستوى العالم، أصبحنا من ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في تطبيق الخدمات الرقمية، أصبحنا أكثر دول العالم أمنا في الأمن السيبراني، أصبحنا من أفضل دول العالم في التعاطي مع الذكاء الاصطناعي. فهذا أهلنا وأيضا جعلنا في مناص ومصاف الدول التي تدير الحشود بحكم خبرتنا التاريخية في إدارة الحج. فتم توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بكافة مناحيه، وأيضا قضايا أخرى في خدمات الرقمية في مناسبات الحج. على فكرة ليس الحج الأول الذي طبق فيه خدمات الرقمية، صحيح منذ سنوات ونحن نسعى لتقديم لكن بشكل متدرج ميسر التقنية التي تثبت جدواها تدخل في مناسك الحج. صحيح. والهدف هو عدم إدراج أو إدخال تقنية قد يكون لها آثار سلبية ولو بنسبة بسيطة. صحيح دكتور. بالحديث